كان لافتا حشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لاسم جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب حركة حماس وحزب الله في كلمته التي هاجم فيها الفصيلين المقاومين. فحركة الإخوان المسلمين لم تعد ذات توجه واحد، بل عصفت بها تحولات رافقت وتلت مرحلة ما سمي الربيع العربي، ولا سيما أن فروعا منها وصلت إلى الحكم في مصر وتونس والمغرب، وفرضت حضورا رئيسيا في الأزمة السورية، فيما كان رهان الولايات المتحدة والغرب عموما على دعم فروع الحركة لإنتاج سياسة جديدة تقوم على تقبل إسرائيل والتطبيع معها لاحقا. التمايزات بين فروع حركة الإخوان المسلمين في كل دولة أمر طبيعي، لكنها مع صعودها إلى مراكز السلطة وضرورات تعاملها مع مشاريع مثل صفقة القرن وما تلاها من اتفاقيات استسلام شهدت تفرقا عميقا في المواقف والتموضع. في المغرب مثلا عاش حزب العدالة والتنمية إشكالية بين قناعاته ومتطلبات الحكم لم تمنعه من تمرير التطبيع مع إسرائيل. في تونس عطلت حركة النهضة في مناسبات متعددة تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من إبداء النهضة دعمها للشعب الفلسطيني ومناهضتها التطبيع. حكم الإخوان المسلمين في مصر تمسك بمعاهدة كامب ديفيد ضاربا بعرض الحائط تاريخ الحركة لتعود بعد فقدانها السلطة لترفض صفقة القرن الأمريكية ومندرجاتها. لا حاجة لتباين الأذى التي تسبب به الإخوان المسلمون في سوريا لمسار مقاومة مشاريع الاستسلام ومواقف بعض قادتهم التحريضية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس. مسميات كثيرة استخدمت لتبرير التخلي عن الثوابت كالعقلانية ومجارات الظروف، حيث أدت تركيا وقطر دور الحاضنة والمثال لبعض فروع الإخوان، ولا سيما أن الدوحة تحتفظ بعلاقات مميزة مع تل أبيب، فيما أنقرة تقيم علاقات رسمية مع الكيان الإسرائيلي. مقابل انحراف وأوهام فروع الإخوان المسلمين السالفة الذكر، كان للإخوان مواقف مشرفة ومقاومة للتطبيع في الجزائر والأردن، وصلت إلى مستوى الدعوة إلى قتال مباشر ضد صفقة القرن ومشاريع التطبيع الخليجية مع إسرائيل.